Et voilà. مرحبا يا حلوين، انا نجلة وهي اخر مرحبا يا حلوين بقولا هالسنة بفيديو اليوم يا صبايا. بما انه قصيت شعري وما قلتولي شو رأيكن فيه، عبالي قلكن كيف عم حب اعمل شعري بالبيت يكون هيك في فوليوم اكتر، يعني ننفخ الشعر اكتر ويبين اعبى، هيدي وان. وتو كيف عم حب اعمله بالهير ستريتنر، اوكي؟ سو ستي تيوند لتشوفوا واكيد تستفيدوا. فلكل صاحبات الشعر القصير ويلكم تو ذا كلب. واكيد اكيد هالتسريحه فيكم تطبقوها اليوم، بما انه اليوم بسائب انه راس السنه، فبدي اقول لكم كلكم هابي نيو يير. خلصت 2020 فاينلي فاينلي يا صبايا. سو عن جد هالتسريحه بتاخذ معكم يمكن اقل من 5 دقائق. اول شيء اكيد مثل ما شفنا مشطنا الشعر وكل شيء، بناخذ الهير ستريتنر، واول ما نوصل للطرف منلفها لجوا. ما فيكم تتخيلوا قد ايه كلاسي هالتسريحه رح تطلع. يلا نكفي الشعر كله وقسمه مثل ما بدكم. شو رايك ندردش شوي نحن عم نعمل الشعر؟ يلا اكيد، بس حسب شو الدردشه. هلا انا وياك نشوف. ليه قصيت شعرك قصير؟ ليه قصيت شعري قصير؟ لانه صراحة تغيير، وعبالي استقبل هيك نيو يير بنيو لوك، يعني كل شيء بال 2020 صار بدي كبه وراي، كل شيء. طيب شو ابشع شيء بال 2020؟ ابشع شيء اوف. اوكي، اول شيء اكيد اكيد توفت ستي، ف هيدا كان شيء كثير بشع بالنسبة لإلي، وانفجار بيروت خلص يعني القمة. هلا كلنا مفكرين انه بس نفوت على 2021 كل مصايب رح تروح. من وين؟ بس فعليا هالشيء غلط، يعني انا بحس برأيي اكيد غلط. نحن بدنا نتغير مع المصايب، يعني نحن بدنا نعرف كيف نتعامل مع المشاكل اللي عم نعيشها، لانه ما في حياة بلا مشاكل صراحة. لو بشوفوني عم بضحك مثل ما دائما بتقولوا انه دائما بضحك دائما بضحك، لا بس انه يعني مثلي مثلكم المشاكل اللي بتقطعوا انتم فيها انا كمان بقطع فيها ونفسها كمان. بس انا عم اقولها يعني حتى بضل اضحك، هالشي بيعطيني هيك امل انا شخصيا على الصعيد الشخصي. طيب شو في شيء بدك تغيريه بحالك بسنه 2021؟ دائما انا بحب غير قصص بحالي، بس اكثر شغله هي العصبيه. انا ابدا ما كنت عصبيه بال 2020، ما في اخبركم شو صار يعني عن جد، فهيدا شيء بدي اشتغل عليه، وكل حدا عصبي كمان يعمل مثلي. يعني تقريبا تركوا هيك الهير ستريتنر شي 30 ثانية على شعركم مش أكتر. شو كانت تيرنينج بوينت بحياتي؟ تيرنينج بوينت بحياتي؟ هي لما أنا قررت إني أعمل الشي اللي بحبه وما ردع على حدا، لأن أنا كان في كتير أشخاص عم بتكسر بقدراتي وبالشي اللي عم بعمله، بس قررت طلعهم من حياتي، هيدي كانت تيرنينج بوينت. ولايكو هلا نزلة. انا عرفت انه كنت دارسة شيء قبل ما تروحي على الصحافة. صح، خبريني على التجربة. اوكي، انا من انا وصغير بحب الصحافة، بس كل اللي حوالي لا، ونحن بلبنان هون انه الصحافة ما فيها كثير شغل وكل هالحكي. قمت فتت على الجامعة واول سمستر عملت بانكينج اند فاينانس، اوكي؟ كل يوم ارجع على البيت عم ببكي ما عم بفهم شيء وما عم حبه، يعني شيء ما بحبه. فبالاخر ما رديت على حدا وعملت صحافه. دائما بعمل اللي براسي وهيدا الشيء بيريحكم بالحياه. هيك هيك احنا هلا عم نحكي وعم ندردش وعم نعطي نصائح. شو هي تي ان تيب تايم لليوم؟ هيك لنقول عليها دغري. تي ان تيب تايم لليوم هي عن الغره، واللي هي مشكلتنا كلنا. خلينا اعطيكم هالنصيحه. اليوم يا صبايا تي ان تيب تايم عن الغره، واللي كثير اوقات عن جد بنروح عند مصفف شعر وما بيعرف يعملنا اياها مثل ما بدنا. انا شخصيا بحب الغره دائما مرفوعه عن الوجه، مش كثير طابسه على الوجه، وخاصه مع هاللوك اللي هو هيك عاطي ريترو فايبس، عاطي هيك كلاسي فايبس. اوكي، سو اللي علينا نعمله انه ناخذ الغره بهالشكل لقدام لقدام لقدام، اوكي، بهالشكل. سشوار او فير او هير ستريتنر بهالشكل، ومنلفها
لجوا. اوكي انا دائما هالغره هيك بعملها، لاحظتوا كيف عم لفها لجوا من اب ومن لف؟ شفتوا كيف؟ اوكي رح اعيد، من اب ومن لف. خلونا نشوف، خلوا هيك ايديكم شوي تضل قابة بس لدقيقتين او دقيقة. ايه فوالا، شفتوا هالقبة؟ I love it. وهيك بتكون الغرة طبيعية، مش هيك ملبسة على وجهنا. وفي عندي تب تانية لقلكن فيكن تعملوها، واللي هي انه من بعد ما تعملوا brushing للغرة، اوكي؟ فيكن تمسكوها بهالشكل وتحطوا هير كليب بهالشكل لمدة تقريبا من 4 لـ5 دقائق وترجعوا تفلتوها كمان. شفتوا كيف بيعطي فوليوم اكثر؟ اي فوالا. هلا رح ننقل للغره، كل اللي عليكم تعملوها انه تاخذوها، اوكي انا هيك بحبها لهالتسريحه، وتحطوها ورا الدينه وتثبتوها. اوكي هول ما بدنا نشوفهم، بدنا نثبتهم لجوا. دبوس ومنثبت جوا. بيحمروا دينية بس اعمل انا فار. فوالا. ما فيكم تتخيلوا قد ايه ترندي هالتسريح. منثبت تاني ميله. فوالا، عن جد كثير بحب هاللوك، ما فيكم تتخيلوا قد ايه. وشوية سبراي. فوالا. هلا فيكن تزيدوا على هاللوك، هيدا اللوك انسبايرد على فكره من الناينتيز، فينا نعملها لجوا وفينا نعمل كسره لبرا، بتطلع فيري ستايلش وهيك بتعطي ستايل للشخص اللي بيعملها يعني. هلا فيكن تعملوا شغله زايده انه تزيدوا هير كليبس من اختياركم، مثلا رح فرجيكم كيف بهالشكل. فوالا، شو رايكم؟ مهضومين. هلا انا بفضل بلا شيء بس انتم فيكم تزيدوا اللي بدكم اياه. وليكم ما بتحسوا انه هالستايل بده حمرة باللون الاحمر؟ بلا، رح نحطها. شوفوا بصير بغير ليفل. كاردي بي، جاي لو، كم، كل واحدة عملت هالتسريحة على طريقتها، حدا رفع الغرة، حدا خف الغرة، حدا عملها لبرا. سو عن جد find your style and do it. أنا this is my new style لـ2021. وهيك منكون عملنا شي جديد، at least جديد علي، وكتير حبيت الستايل. سو أنا بحس إنه حروح أسهر فيه اليوم. يا صبايا، هابي نيو يير من هلا. اذا بدكم مكياج كتير سهل، كتير 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 وكتير حلو لعيد اليوم راس السنه، روحوا على الديسكربشن بوكس تركتكم اللينك. اكيد اكيد اذا حبيتوا الفيديو واستفدتوا منه ما تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب، تتركوا لي كل تعليقاتكم بخانه التعليقات. باي.